من داخل منزل الفنانة ليلى مراد، ومعانا مدام منار صاحبة المنزل حاليا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم، ميرسي قوي ان انتوا شرفتوني. ميرسي ليكي على استضافتك لينا. وعايزين نعرف سر حبك لاقتناء منزل ليلى مراد. بصي ما اضحكش عليكي طبعا، وانا بدور على بيت ما كنتش احلم في يوم ان انا ممكن كنت اجيب شقه ليلى مراد. بجد انا اول ما دخلت الشقه دي انا ما كنتش اعرف دي بتاعت مين. حبيتيها قبل ما تعرفي؟ بصي انا دخلت حاجه كده، وبجد انا مش بقول كده عشان مثلا حد يفتكر انه في حاجه، لا، بس انت لما بتدوري على بيت بتقولي ده البيت اللي انا حاسه فيه ان انا مرتاحه ومبسوطه. انا اول ما دخلت هنا حسيت انه قد كده البيت مريح وهادي، ونظامه بالظبط اللي انا كنت بدور عليه. على قد ما قدرت انا ما غيرتش اي حاجه، حتى نفس الكيتشن كابينت بتاعتها طبعا، الارضيات وال بالظبط، والنظام بتاع البيت انا ما غيرتش فيه اي حاجه يعني. والبيبان بقى ولا اي حاجه غيرتها. وهي توفت هنا وكانت لاخر وقت في حياتها هنا في البيت ده. بيتكلموا ان في ارواح واشباح في شقه ليلى مراد، ايه حقيقه الموضوع ده يا مدام منار؟ في حاجه، في حاجه. انا مثلا ممكن اقول كنت طالعه في الكوريدور وحد بيعدي مثلا من المطبخ للليفينج، عارفه لما تشوفي تيف حد اللي هو انت مش انت ساعات تقولي هو انا حد عدى ولا انا بتهيألي؟ بالظبط كده، انت عارفه لما تكوني مركزه قوي بس بترفع عينك بتحسي ان حد باصص عليكي، دي كتير قوي. ما سالتيش ابن مدام ليلى عن الموضوع ده؟ بصي انا سالته قال لي كان بيحس ان في حاجه زي اللي انا بقوله بالظبط، بالذات بتحصل لي لما اكون مركزه كتير في الشغل. انا ممكن اقعد مثلا اكتب حاجات واشتغل كذا ساعه ممكن، فانا حتى في الاول اقول مثلا يمكن مش تعبانه او عشان كنت مركزه قوي، وبعدين لقيتها لا بقت خلاص عاديه بالنسبه لي. انا شايفه صور كتيره لليلى مراد. انت بتحبي ليلى مراد اصلا؟ يعني تحبي تشغلي ليلى مراد، او ما بتيجي هنا بتبقي بره وتيجي تشغلي اغانيها وتحسي باجواءها، ولا بتعملي؟ بصي انا مش عاشقه ليها، انا دايما حتى لما مثلا اهرج مع زكي اقول له انت تربيت ملايكه. هو زكي ابنها بيبقى احيانا يحب انه يحس باجواء مامته، فبيجي مثلا تستضيفيه هنا عشان يحس بوجودها، ولا هو معظم الوقت مش موجود؟ لا بيجي لي كتير قوي واحنا اصحاب قوي، وبالعكس هو لما بيدخل بيقول لي بحس ان انا في بيتنا. هو دايما كان يقول لي انا لما كنت ارجع متاخر بقعد اسهر مع مامتي في اوضتها، نقعد نتكلم نحكي مع بعض كتير قوي، كنت بحب احكي معاه كتير، فبيقول لي كنا نقعد بقى نحكي انا وهي كده ونقعد نهرج ونضحك. وكمان حاجه يمكن الناس مش ما بتعرفهاش عنها، بصي ان احنا كنا بنشوفها ان هي مش يعني مش بتتكلم كتير، ساكته بالظبط. بيقول لي مامتي كانت تحب الضحك جدا والتهريج، وقال لي لا بالعكس خالص.